ماذا عن محور فيلادلفيا؟ ايوه ما جاوبش عليه في وسط الزحمه بتاعت الاسئله. طب احنا نشرح للناس ايه مشكله محور فيلادلفيا. ايوه نبص على الخريطه اللي انا بعتها شوفها هي. اللي بتقول لنا اين محور فيلادلفيا. نعم. اول حاجه لازم نفهم الساده المشاهدين ان محور فيلادلفيا داخل الاراضي الفلسطينيه بتاعت غزه. ايوه. وليست اراضي مصريه. نعم. عشان ما حدش يقول الله ده هيخشوا. ايوه دي كلها فين؟ في اراضي غزه في فلسطين. نعم. ايه قصه محور فيلادلفيا؟ ايوه. اولا اسرائيل كانت محتليه غزه كلها. نعم. وفجت في 2005 قالت انا هخرج من غزه، غزه دي قنبله موقوته، وعملنا اتفاق بين مصر وبين اسرائيل، اودعناه كملحق من ملاحق اتفاقيه كامب ديفيد. ايوه. يعني مصر مضت واسرائيل مضت. ايوه. ان محور فيلادلفيا اللي قدامنا اللي من البحر لحد معبر كرم ابو سالم اللي تحت ده 14 كيلو اسرائيل تعهدت انها لن تضع فيه قوات. ايوه. وعلى الجانب المصري بتاعنا اللي هو الناحيه الشمالية مكتوب فيها مصر، اسرائيل وافقت على يبقى في 750 جندي من حرس الحدود يؤمن هذه المنطقه. اذا ده اتفاق بين دولتين. كويس. لما تيجي النهارده تقول انا هحط قوات في هذا المحور، تبقى انت بتخالف اتفاقيه دولتين يا احمد. مفيش كلام تاني غير كده. اذا انت بتحط، احنا بقى ان اقولها انه عايز يخلق مشاكل لان نتنياهو مش عايز اتفاقيه السلام تتم. فخلق موضوع محور فيلادلفيا. ايه المشكله في الموضوع؟ يعني هو مش عايز وقف اطلاق نار وعايز يعمل مشكله فيصدر ازمه معانا احنا. فيصدر ازمه مع مصر، بقت الازمه بين مين النهارده؟ بقت بين مصر واسرائيل. وهي مش ازمه لان انت ماضي اتفاق بين دولتين. هنا بيخالف اتفاق بين دولتين واتفاق ايه؟ وان اياميها هم قالوا نحطه مع اتفاقيه كامب ديفيد بتاع اتفاقيه السلام. اذا انت كده بتخالف الاتفاقيه. نعم. طب هو بيعمل كده ليه؟ بص بقى على المحور ده. لو هو في قوات في اي لحظه يقوم حارف يمين دخل على خان يونس. اذا على دير البلح. طبعا ايه وذكاء يهودي طبعا هايل. صهيوني. صهيوني. هيسيب كل غزه دي ويتواجد قواته على المحور الاحمر اللي احنا شايفينه. عشان في اي لحظه ينزل يمين 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 يبقى داخل في اي حته في غزه، لانه لو دخل من وسط غزه هيخش في وسط البيوت. نعم. وفي وسط المساكن. نعم. هيخش بقى في حرب بقى ايه داخل البيوت. طيب نتنياهو هنا بيحاول فرض امر واقع علينا، اقصد على مصر. ايوه ومصر واضحه رفضت لان في اتفاق. انت ماضي دولتين. في هذا ده احنا مصر واسرائيل عامل اتفاق ووضعت ضمن ملاحق اتفاقيه السلام لكامب ديفيد، واحنا متمسكين بالانسحاب الكامل من المحور. محور احنا. انت ماضي اتفاق. هو بعد واحنا حافظنا على اتفاقيه السلام دي بقى لنا كام، 50 60 سنه؟ نعم، من 79. 70 سنه. لم يحصل اي خروقات يا احمد في الفتره اللي فاتت. نعم. حتى لو كانت حصلت بعض الخروقات مننا ايام ما كنا بنطرد الاخوان المسلمين في الحته بتاعت الارهابيين هنا، الارهابيين. فكنا بنرجع تاني ونصلح الامور. نعم. فطبعا هذا الكلام احنا شايفينه ان هو بيحاول يدخل مصر طرف في هذا الموضوع. أيوة. واحنا مش طرف في عشان ترجع السلام لغزه. عشان يقول ايه مصر مش عايزه، لا احنا في اتفاق وانت بتخلفه. وبالتالي عايز يتراجع عن اتفاقيه السلام، لان احنا عارفين الوحيد في اسرائيل الذي لا يريد وقف اطلاق النار هو مين؟ نتنياهو. نكرر الكلام اللي بنقوله، لان لو حصل اتفاق سلام تاني يوم هيسأل من قاضي المحكمة العليا في اسرائيل عن اسباب التقصير، ان 10 أشهر لم يحقق المهمة بالجيش بتاعه. لا قضى على حماس، لا حرر الرهائن 125 رهينة، ولا امن غزة بالكامل. فدي اول حاجة. الحاجة التانية انه عنده 3 قضايا فساد هيتحكم عليه تاني يوم. فعشان كده الهدف بتاعه نمرة 1 انه ما يوصلش اتفاقية سلام. حاجة تانية بيعطل الأمور عشان يصل الوقت إلى 5 نوفمبر انتخابات ووصول أمريكية. يعني ترامب، وترامب طبعا
ده الوحيد اللي في امريكا كلها اللي بيرى ان حل القضية الفلسطينية ليست دولتين ولكن دولة واحدة، هو اللي هو نفس فكر نتنياهو. فبالتالي خلق لنا مشروع او مشكلة محور فيلادلفيا. طيب معلش يا فندم، دلوقتي هم كمان بعض الكلام اللي بيتقال انه في مقترحات ان يكون في قوات مصرية امريكية فلسطينية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني اللي اسرائيل بتحتله بقالها 3 شهور دلوقتي. طيب نحكي برضو قصة معبر رفح. معبر رفح لما كانت اسرائيل بتحتل غزة وانسحبت، عملنا مصر واسرائيل اتفاقية اسمها اتفاقية المعابر. المعبر بتاع رفح اللي قدامنا ده كان معبر عبور الافراد، ومعبر كرم ابو سالم اللي تحت للشاحنات. نعم. لما توترت الامور بقى وغلسوا فبدينا نستخدم معبر رفح الى الشاحنات والافراد.